السلام عليكم وحياكم الله معنا في النظرية الثانية اللي هي النظرية الموقفية لفيدلر. طبعا النظرية الموقفية لفيدلر باختصار هي أن القائد لا يوجد نمط واحد، هو مركز فيدلر أنه لا يوجد نمط واحد للقائد، بل يتكيف بحسب الموقف اللي عنده. طبعا المواقف هذه أو العلاقات يذكرها. طبعا قبل أن نروح، فيدلر هو عالم نمساوي عاش ودرس في الولايات المتحدة، طبعا مواليد 1922 في فيينا، وتوفى عام 2017 يعني من قريب. وكان هو طبعا حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في علم النفس من جامعة شيكاغو، وعمل مستشار نفسي في إدارة المحاربين القدامى ومساعد وباحث في جامعة شيكاغو. طبعا مثل ما قلنا، هذه نظريته أنه تقييم مدى ملائمة أو عدم ملائمة موقفك، وتحدد العوامل التي تحتاج إليها لتحسين هذا الموقف. فمثل ما قلنا، هم هدفه أنها ما يوجد نمط موحد أو جامد للقائد، بل يكون القائد بحسب الموقف. طبعا منها أيضا يعني من خلال هذا الهدف أنه يحدد مصدر الأساسي للمشكلات إذا كان يواجهها، معرفة إذا كانت هذه من أهم النقاط اللي عنده، معرفة إذا كانت الوظيفة في النهاية تناسبك أو لا تناسبك. إذا لا تناسبك فالانسحاب يكون أفضل لكل الوظيفة. طبعا السمات أو العناصر اللي يركز عليها أنت كقائد، فتكون السمة العلاقة بين القائد ومرؤوسيه، يعني أنتم موظفينك شنو العلاقة اللي بينكم، شنو المشكلات اللي بينكم، تحللها وتشوفوا الأمور اللي تصلح من خلال نظرتك للمواقف اللي منهم. ثاني شيء مستوى التنظيم بالعمل. طبعا هو مستوى التنظيم العمل اللي هو مثلا يعني كل عمل له خصوصيته، يعني مسؤول المبيعات له خصوصيته، مسؤول الصيانة له خصوصيته، مسؤول، فأنت كرئيس أو كقائد تقيم هذا وتشوف تنظيمهم للعمل. الثالثة السلطة، ما هي الصلاحيات الممنوحة لك من حيث الثواب والعقاب. هذه هم ما في النظرية، وشكراً.